بالنسبة لعلاج مرض السكر في شهر رمضان ومحاولة ان احنا بنصوم المريض السكر بحيث يبقى في امان من اي مضاعفات خلال الشهر الكريم. الحقيقة احنا مجموعة من الاساتذة السكر الى جانب شيوخ الازهر حطينا زي كونسنسس او علامات استرشادية لصيام مريض السكر، مين يصوم ومين ما يصومش، طبعا على ضوء الدين وعلى ضوء ان احنا بنقول لهم ممكن لو صام يحصل اضرار كذا فبيقول لا ما يصومش، يعني بالاجتماع مع بعض واخد اراء طلعنا بعلامات استرشاديه معينه. بالنسبه للمريض اللي يصوم اللي هو المريض اللي هو السمين اللي عنده وزن زياده اللي بياخد اقراص، والاقراص دي نوعيتها مثلا ما بتعملش نقص سكر، فده بالعكس يستحسن انه يصوم عشان يقلل وزنه وما فيش اي مشكله لانه هو مش هيتعرض لنقص سكر لان الادويه بياخدها ما بتعملش نقص سكر. كذلك المريض اللي بياخد مثلا اقراص والاقراص دي نوع واحد او نوعين انما بيتاخدوا الصبح ممكن يتاخد مع الفطار، فبالتالي برضه ما فيش عنده مشكله ممكن يصوم. الناس اللي ما بتصومش اللي هي ممكن يحصل لها ضرر، مين دول؟ اللي هم اولا اللي عنده مرض سكر ومضاعفاته، يعني عنده مرض سكر واعتلال كلوي، عنده مرض سكر وعنده مشكله في القلب جاله قبل كده ذبحه صدريه، عنده مرض سكر وعنده قدم سكري وعنده جرح في رجله، اي مضاعفات مع مرض السكر ما يصومش لان دي هتعرضه ان هو المضاعفات دي تزيد. كذلك اللي بياخد انسولين لو بياخد انسولين مره واحده في اليوم ممكن قوي يصوم مفيش مشكله، مرتين ممكن مع تعديل الجرعات وكده، انما اكتر من مرتين ياخد مره علاج انسولين بالحقن المفروض ان هو برده ما يصومش. ده يعني ملخص الكلام. طبعا ده ما يجبش ان المريض هو اللي ياخد القرار، لازم يرجع للدكتور المتخصص وهو اللي يقول له اذا كان يصوم او ما يصومش ويسمع كلامه. بالنسبه للمشكله في الصيام في رمضان حاجات معينه، اولا الجفاف لان احنا بنصوم عدد ساعات طويله وما بنشربش ميه كتير برضو في اثناء طبعا الصيام، فبالتالي لازم نعوض الكلام ده في اثناء فتره الفطار من الفطار للسحور، لازم نشرب اكتر من 10 15 كوبايه سوائل. السوائل دي ما بين ميه ما بين سيفن دايت ما بين بيريل ما بين اي حاجه خروب كركديه برداوش دوم اي حاجه من الاعشاب دي بدون سكر او متحليه بدايت سويت. العرقسوس وعصير القصب طبعا دول ممنوع لان دول مليانين سكر من بذاتهم يعني. فده كلام. برضو الكالوريز او السعرات اللي المفروض بياخدها المريض بنقسمها على الفطار والسحور، ولازم ياخد سناك ما بين الفطار والسحور، لازم يتسحر كويس قوي قبل على اخر حاجه الساعه 3. لازم يقسم دواه ما بين الفطار والسحور بزياره الطبيب المختص على الاقل على الاقل قبليها قبل شهر رمضان باسبوعين او ثلاثه عشان نقدر ان احنا ندخل شهر رمضان واحنا في امان بالنسبه لعلاج مرض السكر. مريض السكر امتى يفطر؟ لو على اي حال من الاحوال لو اقل من 70، لا هو في اثناء النهار وهو صايم، لا ان السكر اقل من 70 او فوق ال 300 يفطر، ما يستناش ولو حتى فاضل على الفطار نص ساعة لازم يفطر، ما فيش ما يكملش صيامه. وطبعا بعد كده يبتدي يزور الطبيب المختص عشان يرجع يشوف اللي حصل ده نتيجة لإيه ويعيد له ترتيبة الأدوية تاني. بالنسبة برضو للصيام في شهر رمضان المجهود ساعات بنقول إن احنا بننظم المجهود بتاعنا، في كتير قوي يقول لك قبل الفطار أروح أضيع وقت ألف التراك ألعب كورة، الكلام ده مش مظبوط خالص بالنسبة لمريض السكر. لازم المجهود ما يعملش اي مجهود عضلي قبل الفطار نهائي، لان اقل وقت ممكن يبقى فيه السكر في مريض السكر بيبقى قبل الفطار على طول قبلها بنص ساعه ساعه، فلو هو سكره مظبوط وكان مثلا 90 او 100 وعمل مجهود ممكن يدخل في نقص السكر، فبالتالي ما بنفضلش المجهود نعمله قبل الفطار، لازم يعمل المجهود ده بعد الفطار. بعد الفطار بعد ما بين الفطار والسحور ممكن يمشي ممكن يلف تراك ممكن يلعب كوره. صلاه التراويح نفسها بتعتبر من ضمن المجهود، بنحسبها ان هي برضو بتبقى من ضمن المجهودات اللي هو بيعملها مريض السكر. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان، وبرضو بنصح دايما بزياره الطبيب قبل شهر رمضان بوقت كافي عشان نقدر نصوم صيام امن ان شاء الله.